السلام. يا مرحبا، اتفضل. يا جيت على السيرة يا عبد الله، كنت لسه بقول لهم الشعر الشعبي الصعيدي بتاعنا بتاع مصر قد ايه هو جميل، وقد ايه ناس كتير لسه ما دقتش حلاوة الشعر الشعبي. كلنا بنهتم او نعرف عندنا معلومات اكتر عن الشعراء الجاهليين والشعراء مثلا الشعر الحديث او الشعر الرومانسي، ولكن الشعر الشعبي اللي هو موروث من الاجداد مش كلنا عندنا ثقافة عنه. صباح الخير ويسعد صباحك. صباح الفل. صباح الخير لإماراتنا الجميلة، وصباح الخير لأم الدنيا مصر، صباح الخير للوطن العربي جميعا. لهجتك صعيدي. صعيدي طبعا. يا عيني، شوف جيت في المكان الصح. تحية لك وتحية لكل شعبنا في صعيد مصر. بس انه منا كان ذكرت انه سؤالها عن قديش بيتغنوا بالشعر، وخاصة عندكم بمصر. يعني انا ما عندي خلفية عن الشعر عندكم بالصعيد، فسؤالك كان عن الشعر الشعبي وانتشاره مؤخرا، قد ايه مهم الناس يكون عندها ثقافه عن الشعر الشعبي. هو حضرتك الشعر الشعبي مثلا الشعر اللي بيتكلم فيه الشاعر بلغه القوم بتاعي، يعني عندنا اللهجه الصعيديه انا بتكلم، او اي شاعر صعيدي بيتكلم بلغه الصعايده بلهجه الصعايده، وتبقى طريقه كتابتي باللهجه الصعيديه. برضو كوجه بحري نظام تاني مختلف تمام. عندنا اي انسان خلق ربني مولود شاعر، عنده احساس وشعور، بس اللي يطلع شعري بيطلع الشعور بتاعك ازاي. قالوا الشعر العامي ان اللي هي اوزان، ليها اوزان ايقاع موسيقي عشان هي يضبط اذن المستمع ليه. فعشان كده الشاعر لازم يطلع احساسه بشعور يكون عشان يعرف يوصل المعلومه للمستمع. انت بتتكلم بس عبد الله وحسيتك انك بتقول شعر. انا هو بتكلم. لا انا حاسس اني بتابع مسلسل يعني صعيدي. صعيدي فعلا جميل ما شاء الله. طيب شوف، استفتتحية والله انا مركبة افتتاحية قبل ما تفوت معك دعاء ونوار، بدنا هيك حاجة صعيدي بقى. شعر صعيدي. طب صعيدي رومانسي ولا وطني؟ رومانسي. يلا صعيدي رومانسي نشوف. رومانسي انا بس القصيده ممكن تكون طويله شويه بس هقولها كامله. عن المسرح كله كامل. بحبك كد ما بتوصل عينيك النور، كد المياه اللي اتخلق منها البحور، ما انت السمر اللي اتغمر بين الزهور، وانت اللي حبك زين القلب اللي كانت ارض بور. بنيلك قصر على موج الهوى المشتاق، بيعلف وقت أفراحك ويوطف وقت أحزانك، أنا السارح بأحضانك وأنا التايه بأحلامك، وأنا اللي في حزني لو بضحك أنا أضحك بس علشانك، ودمعة عيني لو نزلت لغيرك تبقى من شانك، وخوفي عليك لو يطلع يخوف كل عزالك، ونار الغيرة لو تطلع هتحرق أي إن فيهم تكون بالحب بصالك. من روحك برضو وصالك فراق الروح يكون أهون من إننا وإنت نتفارق، ومهما تغيبي عن عيني بلاقي عينيكي سحباني، أشوفك جنة في خيالي لكل نعمه واخداني، يا ضحكة بريئة بتنور سما خدودك، يا أحلى قصيدة بنشده بنغم عودك، تقول يا حبيبتي ما تخافي مدام القلب موعودك، يا روح طرحت بريحاني معاكي ما كنش وحداني، ومهما عني بتشوفك بلاقي عينيك وحشاني، أنا اللي فرشتلك صدري وساي الطيب، تنامي مسبلة عنيكي وتنسي الدنيا حواليكي، تلاقي لساني بيقولك معاك في قلبي مهما أغيب، وقت الحزن بيكون لك هوايا طبيب يداوي بطبت أحزانك، ولا بيستغنى عن ذكرك ولا بيتمنى حرمانك، من اللي زرعتلك روحي في بستانك ورسمت الخضرة على تاجك وفستانك، ووصفتك ملكة بكياني، تلاقي جوارحي حواليكي يدادوا عليك بحناني، تلاقي الطير يغني لك بألحاني، يا طيف خايف لا تنساني، وأنا اللي قتلت نسيانك، ده أنا اللي حياتي من شوقك في كل حياتها ريحالك، أنا اللي عينيكي لو تدمع تلاقي عيني سبقاكي، وآه من روحي لو تطلع ما شوفك يا قمر باكي، ده أنا الحاكي أنا الشاكي،
في حضنك لما تصفي لي، وانا الطفل اللي من عطفك ما نام غير لما تحكي لي، ولاقي الصبح بيصبح منور كل بساتيني. انا وانت حبيبتي على بحر الحياه عايمين، ومهما الموج يكون قاسي ما يكسى الا على القسين. تعالي حبيبتي ما نصدق هوى الليمين، ونرسم انا وانت على بر فلقه العاشقين، وارسم لك على شط البحور ميني ما يرسى عليها غير احلام تدفيني، واقول لك زي ما تحبي وايه عمري بدون قلبي. انا اللي عينيا لو شاف الجمال مسحور، ولو لفت بنات الكون على العاشقين وجاني الدور، هباعد عيني بهواكي وهيقبلك في قلبي حضور، لاني بجد بحبك قد ما بتوصل عينيك النور. يا سلام يا سلام يا سلام. يعني انا اذا قال لي حدا قال لي هاي القصيده انا بروح بداهيه. طريقه وصف المشاعر يمكن منها، وطريقه التشبيهات اللي عم تستخدمها بشعرك، الاستعارات المكنيه والوصفيه جدا جميله. لسه انا بقول الشعر الشعبي بياخذ من الفصحى البلاغه بتاعتي، مش اي كلام يبقى شعر. تمام، في تعبير حضرتك، انا لما بعبر عن الحزن ممكن نقول انا شايل حمل جبال، تعبير قوي. تمام، خيال، ممكن واحد يقول لك انا حزين، في واحد مثلا انا حزين يا ليل مش عارفيه، فمش اي كلام يتقال يبقى شعر. الشعر بياخذ من فصحى البلاغه بتاعتها والكيانات، بيوصل المعلومه. برضو في الشعر الشعبي في شعر حر، والشعر المرسل اللي هو بيكتبه من اياه الاغاني برضك بيبقى ماشي على ايقاع موسيقي، فمش اي انسان بيتعلم الايقاع الموسيقي يبقى شاعر. صحيح. بس اسمعني انت يا عبد الله، لما اقول لك دلوقتي في شاعر جميل. لا 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 منا خشي صعيدي. والله ما معلش تخشي صعيدي عشان خاطري. والله ما اعرف عشان خاطري بحياتك. حاولي. والله ما بعرف. لا بجد عايزه اقول لك قد ايه بيوصل احساس الطبيعي، لانك انت بتتكلم من قلبك وبلهجتك، فانا بحس بكل كلمه انت بتقولها. ومش بس كده، عارف لما الشخص يبقى فعلا في حاله حنين لوطنه، في حالة عشق مثلا لمحبوبه، في حالة غربة، في حالة حزن، ويتكلم تلاقيه بيتكلم بلهجته الأساسية بروحه. تمام، بكلامه الحقيقي اللي تربى عليه، بيعرف يوصف شعوره صح يعني. بالظبط. فقد إيه شفت اللغة الشعبية أو العامية المختصة بمنطقة معينة تلعب دور كبير في كتابة الشعر. شفنا مثلا عبد الرحمن الأبنودي، شفنا هشام الجخ، شفنا ناس كتير، محمد منير لما بيغني يا ربي. فقل لي انت قد ايه الموضوع ده ساعدك في توصيل رسالتك انت للمستمعين؟ والله يعني اول حاجه، اهم حاجه اللسان بيحس بالقضيه. تمام، بيحس بالقضيه بتاعتي. ثاني حاجه بيفكر انه هو يكتب، برضه يختار الكلمات المناسبه، بيسرح برضه بخيالي، بيرسم الحاجه قدام عشان يعرف يكتب عليه. تمام، برضه في حاجات وطنيات، علشان مثلا انا لما كتبت الجبهه قصيدة للجيش المصري، أنا عشان أكتب القصيدة سمعت يمكن العمر لحظة كذا فيلم، وعيطت أنا وبسمع الأفلام علشان أقدر أكتب عن الجيش المصري. تمام، لازم أحس عشان أكتب. تعيش الحالة. أعيش الحالة. أنا لو ممكن لو قعدت سنين عشان نكتب مش أعرف، لازم أحس بالحالة عشان أعرف أكتب عليه، ولو حسيت به أكيد الكلام هيطلع جميل. طيب أنت حاسس به؟ صدقني أنت حاسس به والله. عبد الله بدي أسألك عن اختيار المفردات، هل الموضوع فطرة عندك مثلا بميزك عن غيرك من الموجودين معك بنفس البيئة، أو أنت عم تدرب حالك لحتى تختار؟ يعني شوي شبهت لنا حمل جبال وحزين، على أي أساس أنت بتوصل لمرحلة بتقول أنا صار فيني أكتب شعر صار مؤثر؟ كيف بتدرب حالك لتختار مفرداتك؟ والله حضرتك لو الصراحة المفردات بتيجي وحده، يعني كأن واحد بيمل بالعقل مفردات، مش بختار يعني واحد اكن. بص انا بكتب القصيده كانها مرتبه بتيجي بالكلام، عشان كده هي الموهبه دي. الفرق ما بين موهبي ومفرق الانسان العادي. انا لو عايز اكتب ممكن اكتب مثلا 50 صفحه خلال ساعه كلام عادي، بس الكلام الموهبي اللي هي بتدي الابداع للانسان. الابداع هو الكلام اللي بيجي على طول مرصوص، الابداع في الكلمه. صحيح. لا بجد انا مبسوطه بيك جدا جدا وفرحانه جدا، وحابين نسمع حاجه تانية صح؟ طبعا انا اسمع شيء كمان جاي مخصوص عشان انت. انا خليك تكمل كلامك. ولكن تعرف انت الشعر الصعيدي دائما لما يعني في مجلس شعر لازم يكون في عزف صراحه. ربابة. ليش ربابة. ربابة. يعني بدي اياك تدخلني في المرحله، لو انا حزين وهبكي ازاي هتبكيني؟ والله حضرتك يعني الحزن انت محضر شيء تاني صح؟
كنت محضر حاجة وطنية أعتقد. أنا كنت محضر على الجيش الإماراتي. الله، وفي أحلى من كده. يلا سمعنا عن الجيش الإماراتي. قبل ما نقول قصيدة، أنا بحب الجيش الإماراتي وبحب جيش مصر والجيش العربية كله، تمام. وفي البداية أنا شاعر وطني، يعني الوطنية بتغلب على طبعي بتاعي، تمام. هنقول في الجيش الإماراتي، طبعا إهداء للجيش الإماراتي طبعا على لسان الجندي الإماراتي. جيشك جيشك جوا عليكي، مغرم بيكي وبأراضيكي، لو تناديه تلاقيه قدامك ولا يتأخر ثانية عليكي. عايش عمره تملي عشانك، حالف إنه يموت فدا ليكي، علشان يحيى وتحيي ويحيى أمانك، عينه ما تخفل ثانية عليكي. نام في حضن الليل بهداوة، ليك في قلبي يا بلدي غلاوة، قدر بعون الله توقف أي رياح جاية لنا عداوة. أنا من جيشك فارس بيكي، والحب الأرضك هحميكي، ولأنك وطني وحياتي لحظات عمري ما بين إيديكي. لو تعطشي هسقيكي بدمي، همك قبل ما يبقى ده همي، أبدا عمري ما يغلى عليكي يا بلد جدي وأبويا وعمي. يا سلام. سهرات طول الليل ما ببات، من نغمك بسمع حكايات عن بطولات وتاريخ أمجاد، كل ما بسمع برفع يدي وبقول فلتحيا الإمارات. الله 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 الله، فلتحيا بلاد الأسطورة اللي بتنجب جند غيورة، تقدر تدفن أي جبان شايف بلدي بعين مغرورة. بلدي يا سندي هتفضل قوة، تقدر تطحر أي دخيل، فارس حارس لي الهيبي، واسألوا عن ركوب الخيل، واسألوا سيفي واسألوا رمحي، واسألوا عن الماضي كتير، واللي هيجي قصادي عادي رح يعرف من هو الجندي، الأسد الوعر الإماراتي اللي عيونه في وقت الشدة نارها بتقدح تحرق وادي. يا سلام. وطني بحبك قوي يا بلادي، بعشق دينك، بعشق حبك لي ولينك، بعشق أي قلوب بتحبك وأكره أي عيون كرهينك. بلدي يا جنة يا نبع الحب، حبك غطى علي دواني، دق من حبك حن القلب، واتمنى لك أحلى أماني، ليكي أواني وليكي مكاني، ليكي أوان سابق لأواني، ليكي أموت لو مليون مرة أحيا وعيد الموت من تاني. بلدي حياتك هي حياتي، والنبض اللي في قلبي دليكي، عايش بيكي أنا الإماراتي، لو تحتاج الروح أديكي، كلمة بقولها بعلو الصوت وأنا جوايا صمود وثبات، لو في سبيلك يجي الموت رح أموت والتحيا الإمارات. الله يا سلام. الله يعطيك العافية. هلا قديش حلو اختيار الكلمات، لحن، إيقاع، يعني ما في آلات بس حاسين بالإيقاع، وصلتم إيقاع الكلام وإلقائك ما شاء الله عليك فعلا كتير حلو. طريقة كمان الإلقاء نوار، أنا أثرت فيني كتير. يمكن الشاعر إذا بيكون هو صاحب الشعر وعم يلقي بحس بكل كلمة عم يقولها، أكيد. فبيندفع خلال إلقائه للشعر. اندفاع، ما هي القصيدة برضك محتاجة للاندفاع، الوطنيات لازم يكون فيها اندفاع، تمام. بس هنا عشان برنامج انا ما اندفعتش اكثر يعني. انت لو اندفعت بتزلزل ما شاء الله. انا عارف ومتاكد ومتيقن طبعا. عبد الله شرفتنا ونورتنا في صباح الخير يا وطن، وطبعا شعرك جدا جميل، وانت مش بدك فقره، انت بدك برنامج كامل صراحه. نتمنى نشوفك في برنامج فعلا وليس لقاء. انا سعيد جدا والله، واحنا اسعد باذن الله. شرف لي كبير، واحنا لنا التشريف طبعا. ان شاء الله بنشوفك في لقاءات متجدده. نطلع بريك وراجعين ان شاء الله.